لهما جميعا؟ يعني نبغى ناخذ فكرة عنها بشكل عام. هي عبارة عن علاج للسكري يؤخذ مرة واحدة في الأسبوع، عبارة عن إبرة تؤخذ تحت الجلد. الجدير فيها ان الجديد فيها انها عباره عن هرمونين جي ال بي 1 اللي هو كان مستخدم سابقا في الاوزومبيك والفكتوزا سابقا، والان بدا اضافوا له الهرمون الجي اي بي وهو الثوره الان في هذا العلاج. النتائج لهذا العلاج المونجارو اثبتت انخفاض في معدل السكر التراكمي لمرضى السكري، وأيضا نزول كبير في الوزن. العلاج الآن مصرح في هيئة الغذاء والدواء السعودية كعلاج للسكري في خفض الوزن، في خفض السكري. من مرضى السكري يمكن أن يستخدمه ويستفيد منه؟ مرضى السكري بشكل عام ينقسمون إلى النوع الأول والنوع الثاني وغير الأنواع الأخرى، فهو مخصص للنوع الثاني من السكري اللي دائما اللي يعانون من زيادة في الوزن، فهو فعال لهم. أول شيء ينزل الوزن، ثاني شيء يقلل من شهيتهم للأكل، وبذلك ينقص السكر التراكمي بشكل فعال، فهو ينقص السكر التراكمي بنسبة 2.3% كحد أقصى في أعلى جرعاته. يعني معناته هذا بس للناس اللي عندهم ارتفاع في مستوى السكر، اللي عندهم هبوط. الناس اللي عندهم هبوط ما ياخذونه. اللي عندهم هبوط ما يحتاج علاج، يحتاج علاج ونعرف سبب الهبوط لماذا. هي تسد الشهية تماما ولا تضعف الشهية؟ هي تضعف الشهية لدرجة إنه مراحل إن الواحد يقول ما يحب يأكل، خاصة في بدايتها، ولذلك هي تأخذ على تدريجيا بجرعات تدريجية لأعراضها الجانبية. تأخذها على مدى كم دكتور هذه الجرعات؟ هي تبدأ استخدامها من الجرعة 2.5 كبداية تدريجية. وأود أن أنوه المرضى اللي كثير قاعدين يستخدمون العلاج الأوزومبيك اللي هو السيمغلوتايد، ليس لا ننصحهم أنهم يحولون على المونجارو بجرعاته العالية، ولكن ننصحهم أنهم حتى لو كانوا يأخذون جرعات عالية من الأوزومبيك يبدأون المونجارو من الجرعات الأقل ويبدأون تدريجيا. ويصل إلى كم الجرعة؟ 12 إلى 15. وهي الجرعة الأعلى وهي ذات الفائدة الأعلى. الفائدة الأعلى.